نتكلم اكتر عن ريال مدريد بشكل خاص وعن تشامبيونز ليج طبعا بشكل عام مع بابلو فرانكو، المدرب المساعد السابق لريال مدريد والمدير الفني السابق لنادي ختافي الاسباني والحالي للقادسيه الكويتي. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير، أشكركم جميعا على هذا الترحاب. عايزة في البداية كده أعرف توقعاتك لمباراة النهاردة بين ريال مدريد وشختار الأوكراني، طبعا في بداية مشوار النادي الملكي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. طيب، بالنسبة إلى نادي ريال مدريد تعتبر هذه المباراة أحد أهم المباريات، خاصة أن هي المباراة الأولى في هذا الدور، وتأتي هذه المباراة عقب هزيمة تلقاها الريال مدريد في الدوري المحلي ضد فريق قادش، بالإضافة إلى أنه ينتظره مباراة هامة جدا ضد برشلونة السبت القادم، الكلاسيكو المشهور. لذلك أعتقد أن ريال مدريد سوف يبدأ المباراة مهاجما، هجوما شديدا وضاغطا، يحاول أن يسجل بكل قوته حتى ينهي هذه المباراة في أسرع وقت ممكن بضربة قاضية ولا يجتاحه القلق في باقي المباراة. طيب، شايف إزاي فرص فريق ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان في المنافسة على لقب الشامبيونز ليج الموسم ده؟ كي نكون صرحاء، أعتقد أن هذا الموسم لا ينبغي أن يكون هذا هو هدف وغاية ريال مدريد فقط. هذه البطولة أحرزها 13 مرة، لكن أعتقد بعد رحيل كريستيانو رونالدو تغيرت أشياء كثيرة، ضعف خط هجوم الفريق، والريال مدريد الآن في مرحلة إعادة البناء والبحث عن تقوية خطوطه، بالإضافة كما قلنا أن هناك بعض الظواهر التي ظهرت على فريق ريال مدريد في مبارياته الأخيرة، محاولة منه في تحسين مستواه، وهذا هو المجهود الذي يقوم به زين الدين زيدان، لكن أن نتوقع أن يحرز هذه البطولة أعتقد أنه ما زال بعيدا كي نتحدث عن هذا الأمر ونتوقع حصوله على هذه البطولة.